أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة الطالبات في برنامجكم في بيتنا مدرسة، وعلى قناتكم قناة العلم، قناة المعرفة، قناة التفوق، إن شاء الله قناة مصر التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنستكمل بقية حلقتنا اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت عن أهمية التعليم الفني بشكل عام، وإيه هي مميزات الالتحاق بالتعليم الفني، وإيه هي أنواع التعليم الفني عموما اللي بدأت مصر تستحدثها جديد، بحيث أن نبدأ ندرب الطالب وندرب الشخص نفسه على أنه إزاي يلتحق بأسلوب العمل أو طرق العمل المطلوبة جديدة، سواء كانت في مصر أو خارج مصر. دي كانت نظرة عامة في الحلقة اللي فاتت عن التعليم الفني بشكل عام. طبعا احنا عرفنا من التعليم الفني ان في عندنا اكتر من تخصص فيه. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن التعليم الفني الزراعي، وهنتخصص في حاجة معينة طبعا، لان التعليم الفني الزراعي فروعه كتيرة هنعرفها ان شاء الله في حلقتنا النهاردة، وكمان هنتكلم في تخصص معين في التعليم الفني، وده ان شاء الله المهم بالنسبة لي، هو تخصص الصناعات الزراعية او الصناعات الغذائية. وإن شاء الله بقية الفروع التانية أساتذتي وزمايلنا إن شاء الله هيكلموا حضراتكم فيه بشيء من التفصيل والتوضيح، بحيث أن يبقى حضرتك كطالب إن شاء الله بتلتحق في المدارس الثانوية الزراعية تبقى ملم بكل المعلومات وكل المواد إن شاء الله اللي أنت هتبقى مقبل عليها أثناء التحاقك بالمدارس الثانوية الزراعية. وفي نفس الوقت كمان ان شاء الله تبقى عارف حضرتك لما هتتخرج ايه هي المجالات اللي هتتفتح قدامك، بحيث انك تبدا تكون ان شاء الله تبقى عندك استفاده ماديه بالنسبه لك لشخصك، او ان شاء الله من عمود اساسي من اعمده الاقتصاد المصري ان شاء الله، وتبقى ان شاء الله رجل اعمال كبير تستفيد وتفيد نفسك ان شاء الله وتفيد بلدك. طيب هنتكلم ان شاء الله زي ما قلنا كده في نهايه الحلقه اللي فاتت، خدنا نبذه بسيطه كده عن التعليم الفني الزراعي، وقلنا ان في التعليم الفني الزراعي في مبدا اساسي في عندنا في المجال الزراعي عموما. المبدا ده بيقول ان التعليم او من يملك غذاؤه يملك حريته، أو من لا يملك غذاؤه لا يملك حريته. فإذا توفير الغذاء في مصر أو توفير المادة الغذائية هو اللي بيديك حرية القرار، حرية إنك تاخد موقف، حرية إنك تفرض رأيك أو تفرض موقفك على أي حد، بحيث إن ما يحصلكش أي تأثيرات خارجية من أي طرف من الأطراف. فده المبدأ الأساسي عندنا في التعليم الفني الزراعي، هو من لا يملك غذاؤه لا يملك حريته. طيب بعد كده ايه هي المجالات المختلفة داخل التعليم الفني الزراعي او المدارس الثانوية الزراعية؟ اول حاجة عندي قسم الانتاج الحيواني. قسم الانتاج الحيواني دوت انا بدرس فيه كل ما يتعلق بتربية الحيوان، الامراض اللي ممكن تصيب الحيوان، الاماكن اللي ينفع اربي فيها الحيوان، ازاي اهيئ له المكان المناسب للتربية، ازاي ابدا اراعي صحه الحيوان، وازاي اعرف ايه هي انواع التغذيه المناسبه لكل نوع من انواع الحيوانات اللي انا بربيها، كميه العائد اللي ممكن يجيلي من تربيه الحيوان من المنتجات اللي بتجيلي منها، بحيث ان انا اقدر اعمل جدوى اقتصاديه، اشوف الجدوى الاقتصاديه عندي هتكون مفيده بالنسبه لي او لا. تاني حاجة عندي في المجال أو مجالات التعليم الفني الزراعي التصنيع الغذائي والعجائن والمخبوزات. ده إن شاء الله هناخده بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة بتاعتنا. التصنيع الغذائي والعجائن ده المظلة الكبيرة اللي بتحوي تحت منها جميع المنتجات الزراعية.
سواء كانت منتجات نباتيه او منتجات حيوانيه. هي هو القسم او المجال اللي بيحول جميع المنتجات الزراعيه من ثمار او سواء كانت اسف نباتيه او منتجات حيوانيه، بيحولها إلى صور مختلفة للإنتاج، صور مختلفة للتداول. فأي منتج بيتم تداوله طازج، ده ما بيتمش عليه أي تصنيع. حضرتك بتشتريه من السوق وبتبدأ تستهلكه أو تاكله أو كده. طيب لو إحنا غيرنا شكل المنتج الطازج إلى أي أشكال تانية، سواء كان مطبوخ أو مجمد أو مبرد، فإذن اتحولت صورة المنتج من الطازج إلى الصورة المصنعة، وده إن شاء الله اللي هنتكلم عليه بالتفصيل مع إن شاء الله حلقتنا. وربنا يسهل إن شاء الله ووقت حلقتنا يكفي، لأن موضوع التصنيع الغذائي والزراعي ده موضوع كبير جدا إن شاء الله هيعجبكم، وإن شاء الله لما تلتحقوا به في المدارس الزراعية هتلاقيه إنه موضوع شيق، وكمان في نفس الوقت بيدر عليك أرباح كويسة جدا، وتقدر منه تقدر تعمل مشروعات صغيرة أو مشروعات صغيرة تفيد نفسك بيها وتقف على رجليك بيها إن شاء الله في مستقبلك. ثالث مجال عندي هو مجال الإنتاج السمكي. طبعا زي ما احنا شايفين ان بنسمع ان الدولة بتبدأ تعمل مشاريع كبيرة جدا في الانتاج الزراعي، من ضمنها مشاريع الانتاج السمكي زي ما احنا بنسمع في مشروع مثلا شرق بورسعيد، ومشروع مثلا كفر الشيخ للمزارع السمكية. وطبعا كل المناطق الجديدة والمناطق المشاريع الجديدة اللي بتفتحها الدولة دي وتبدأ تحتاج إلى عمال وعاملين يكونوا دارسين وعندهم نسبة عالية جدا من المهارة والمعرفة العلمية والمهارية، لأن أنت طبعا لما بتلتحق بالمدارس الفنية عموما أنت في أثناء دراستك النظرية أنت بتبدأ تدرس كمان الدراسة العملية، بتكون هو ده التركيز الأساسي في الدراسة عندك. إحنا بندخلك معامل أو بتبدأ تدخل عندنا المعامل بتاعة المدرسة علشان تبدأ إزاي تتعرف على الأدوات، تبدأ إزاي تتعرف على المشاريع اللي هتبدأ تشتغل فيها، تبدأ إزاي تتعرف على المنتجات، ازاي تتعامل مع زمايلك، ازاي تتعامل مع الموظفين او 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 مثلا العمال اللي هيشتغلوا معاك. انت بنهيئ لك بيئه كامله علميه وبيئه معرفيه وبيئه عمليه تبدا منها لما تتخرج ان شاء الله من المدارس عندنا، بتلاقي نفسك يعني حدود معلوماتك وحدود معرفتك عاليه جدا تبدا تستفيد فيها في حياتك العمليه. طيب ده كان المجال الثالث. بعد كده في عندي مجال أمناء المعامل. مجال أمناء المعامل دوت احنا بنخرج الطالب فيه ازاي يبدأ يتعامل مع المعمل بتاعه، ازاي يبدأ ينظمه، وده بيبقى مختص او بيخرج منه الطالب هو متخصص في معامل الخاصة به، سواء كان المصانع او المعامل الخاصة بالكليات او المعاهد او المدارس. فاحنا بندرب الطالب على انه ازاي يتعامل في المعامل، يتعامل في المعامل بتاعة الأماكن ديت، علشان يبدأ إزاي يجهزها، إزاي يبدأ يحضر التركيبات الكيماوية بتاعتها، إيه هي أهم المركبات الكيماوية اللي داخل المعامل دي بحيث إنه ما يحصلش بينها أي مشاكل مع الطلاب، إزاي يبدأ ينظم الطلبة داخل المعمل بحيث إن الطالب ذات نفسه أو التلميذ اللي بيتعامل في المعامل دي ما يحصلوش أي مشاكل أو يحصل أي تلفيات أثناء تحضير التركيبات الكيماوية أو أثناء تحضير المعامل، تحضير المعمل ذات نفسه للعملية التعليمية. طيب ده كان المجال الرابع. المجال اللي بعد كده هو مجال استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية. مجال استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية ده يا جماعة
ده اللي مختص بيه، ان انا ازاي بقدر احول الاراضي او الاراضي اللي مش مستصلحه، زي ما احنا بنسمع دلوقتي عن مناطق مثلا مليون فدان، سواء كان في المنطقه الشرقيه او في المنطقه الغربيه او مناطق الاستزراع اللي هي في سيناء. الدوله دلوقتي بتبدا تفكر ازاي تبدا تستصلح كل شبر في مصر. وطبعا احنا عايزين نخرج من الاطار اللي هو اطار نهر النيل، اللي هو اطار طرح النيل اللي احنا عايشين فيه، الى اماكن جديده، اماكن جديده غير مستصلحه. طيب الاماكن الغير مستصلحه دي محتاجة طلبة مهرة، محتاجة عمال مهرة يتعاملوا مع أنواع الأرض المختلفة دي ويحولوها من أرض غير زراعية أو غير صالحة للزراعة إلى أرض زراعية. طبعا ده بيحتاج مننا ان احنا نعرف الطلبة ازاي يبدأوا يستفادوا من الاراضي الزراعية دي او الاراضي الغير مستصلحة دي، ويحولوها من اراضي بور او اراضي غير مستصلحة او اراضي رملية الى اراضي زراعية يبدأوا يستفيدوا منها بالزراعات المختلفة المناسبة لهذه الارض. فاذا مجال استصلاح الاراضي والميكنة الزراعية ده مجال او تخصص مهم جدا، برضو من التخصصات الأساسية في التعليم الزراعي. كذلك الميكنة الزراعية، ايه هو التطورات الجديدة اللي بتحصل في الميكنة الزراعية؟ ايه هو الأماكن او المكن اللي يبدأ يستفيد منه في أماكن معينة في المناطق الزراعية المختلفة؟ فده برضو من ضمن الحاجات المهمة في تخصص الاستصلاح الزراعي والميكنة. في عندنا آخر تخصص وهو تخصص الحاصلات البستانية. طبعا زي ما احنا شايفين ان الدولة بتتوسع في زراعة الصوب عموما، لان هو ده مستقبل الزراعة عموما، ان انا ازاي بقدر ازرع في اماكن محدودة او اماكن بيئية مهيئة زراعات معينة ما اقدرش ازرعها مثلا في مناخ مختلف ليها. فلو انا عايز ازرع مثلا محصول شتوي في الصيف او محصول صيفي في الشتاء، لازما او ازرعه في حاجة اسمها صوبة زراعية. الصوبة دي او الصوبات الزراعية دي هي من اهم التخصصات او اهم تخصص في الحاصلات البستانية، في ان ازاي ارعى النباتات وازاي اهيئ لها الجو المناسب ليها او البيئة المناسبة ليها، وازاي اوفر لها الغذاء المناسب ليها بحيث ان انا يديني اعلى كفاءة في الانتاج في اقل مساحة ممكنة، فبيعود عليا كنفع مادي أعلى وفي نفس الوقت ككمية أكبر في الإنتاج. زي ما احنا شفنا كده من التخصصات المختلفة في التعليم الفني الزراعي، هي تخصصات بتمس عصب الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت بتتواكب مع متطلبات الدولة. الدولة بتشوف هي عايزة ايه في المرحلة ايه القادمة، والمنتجات او النقص او العجز اللي بيبقى موجود في الدولة عندها بالنسبة للعمالة المهرة اللي محتاجاهم الدولة في تخصصات معينة او في المجالات اللي الدولة عايزة تبني فيها نفسها. فبيبدأ التعليم الزراعي او التعليم الفني عموما يبدأ يوضع لنفسه الاقسام او التخصصات المناسبة لمستقبل البلد، بحيث ان الطلبة يبقوا خارجين عندهم نوع من المعرفة ونوع من العلم المناسب اللي يبدأ يقلل، يعني يقلل من الخسائر اللي بيبدأ يتعرض ليها أثناء عملية التصنيع أو أثناء عملية الإنتاج أو الزراعة، وبيكون عنده نسبة عالية من الأرباح المناسبة اللي إن شاء الله لما يبدأ المشروع بتاعه. طيب ده كان التعليم الفني الزراعي أو نظرة عامة عن التعليم الفني الزراعي، واللي إن شاء الله التخصصات اللي احنا اتكلمنا عليهم دي هيبدأ كل إن شاء الله زميل من زملائي يكلمكم عليها بشيء من التفصيل في إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. أما إن شاء الله الحلقة النهاردة هنتخصص فيها أو هنتكلم فيها عن التصنيع الغذائي والعجائن والمخبوزات، وده إن شاء الله اللي مطلوب مننا في الحلقة بتاعة النهاردة.
طبعا نتكلم عن الصناعات الزراعية. الصناعات الزراعية ده يا جماعة علم كبير جدا، بيخش في كل المجالات المختلفة للمنتجات الزراعية. هو زي ما انا قلت قبل كده او في اتكلمت في بداية الحلقة، وقلنا ان علم الصناعات الزراعية ده علم مفتوح ملوش حدود، مظلة كبيرة بتحتوي كل المنتجات الزراعية سواء كانت منتجات حيوانية او نباتية. بنحاول نستفيد من المنتجات الزراعية اقصى استفادة ممكنة، بحيث اني يعني استفيد منها باكبر قدر ممكن من الربح، وفي نفس الوقت احافظ على جودتها بشكل اساسي، لاني هو ده المهم عندي. ازاي انا استفيد من المنتج الزراعي سواء كان ثمار او حيوانات، استفيد منها اكبر استفادة مادية واحافظ عليها باكبر قيمة غذائية ممكن. وطبعا الصناعات الزراعية اول حاجة بتبدأ تتبادر لذهنك ايه هي اهمية الصناعات الزراعية، او ايه وجه الاستفادة من الصناعات الزراعية. طبعا في مبدأ في تسعير او اسعار المنتجات في السوق بيحددوا حاجة، مبدأ اقتصادي معروف اسمه العرض والطلب. اسمه العرض والطلب. ايه هو العرض والطلب؟ ان المنتج نفسه، لو المنتج اللي بيتداول في السوق ايا كان هو ايه، كلما زاد المعروض بتاعه كلما قل سعره، وكلما زاد الطلب كلما ايه، كلما زاد سعره. طيب الصناعات الزراعية هي الجزء الأساسي في المعادلة، أو جزء أساسي في المجال الزراعي اللي بيحاول يساوي أو يوفق ما بين العرض والطلب. فكلما زاد مثلا منتج معين معروضه في السوق أو كميته في السوق، بنلاقي إيه؟ بنلاقي إن طبعا سعره قل، ويبدأ كمان نسبة الهالك فيه تزيد، لأن عدد الإقبال عليه بدأ يقل. طيب بهنا بيخش مجال التصنيع الزراعي في الوقت ده، بحيث إنه يبدأ يلم أكبر قدر ممكن من هذا المنتج، ويعيد ليه عملية التصنيع، أو بيحفظه في أوقات معينة اللي بيكون فيها ندرة من المنتج ده في الوقت المناسب ده أو في وقت معين، ويبدأ طرح هذا المنتج بحيث أنه يعمل توازن للسعر إذا سعره إيه ارتفع تاني. وزي ما احنا شايفين في السوق، أو لما بنيجي ننزل الأسواق عموما، أن في بعض المنتجات في مواسم معينة من السوق، وعلى أخصها مثلا ولو قلنا مثلا الطماطم، بيجي ليها فترات معينة في الموسم تلاقي فيها سعر عالي جدا، وفي فترات معينة تلاقيها سعرها قليل جدا. فنيجي في احنا بقى كتصنيع زراعي عشان نبدأ نعمل توازن في الحلقة المفقودة دي، ان احنا نعمل ايه؟ نبدأ نلم المنتجات او الطماطم بالاسعار اللي هي الرخيصة، ونبدأ نعمل لها عملية تصنيع، نحولها مثلا لصلصة، نحفظها مجمدة، بحيث ان لما يبدأ السعر تاني يزيد في السوق، يلاقي مثلا المستهلك بدل ما يبدأ يقبل عليها كثمار طازجة بكميات كبيرة، لا يبدأ يقبل عليها أو ياخدها بكميات قليلة، ويستعيد عنها بمنتج الصلصة مثلا أو عبوات الصلصة اللي موجودة في السوق، بحيث أنها توفر له نفس الاستفادة اللي هو هيبدأ يستعملها في استعمالاته الشخصية. يبقى هو ده المبدأ الأساسي في أو أهمية الأساسية في الصناعات الزراعية. قيس على ده بقى كل المنتجات زي اللحوم وزي الخضروات وزي الفواكه، هي بنعمل حفظ أو بتعمل عملية إيه؟ توازن ما بين العرض والطلب في الأسواق، بتعمل توازن ما بين العرض والطلب في الأسواق. طيب حدود الصناعات الزراعية يعني ليها حدود معينة؟ لا، احنا ممكن نعمل تصنيع غذائي أو تصنيع زراعي للمنتجات الزراعية بكل أشكالها وكل ألوانها، بس كل اللي عليك انك تبدأ تفكر ازاي، ايه هي وسيلة الحفظ او وسيلة التعامل المناسبة لكل مادة غذائية، لانها بتختلف المواد الغذائية طبعا عن بعضها.
فإذا الصناعات الزراعية زي ما احنا قلنا هي مظلة كبيرة جدا بتحتوي تحت منها جميع المنتجات الزراعية، بحيث انها تبدأ تعمل أقصى استفادة ممكنة من هذه المنتجات، وزي ما احنا قلنا بتعمل توازن في السوق ما بين العرض والطلب علشان تبدأ توفر ايه؟ توفر المنتج بشكل مناسب وفي أوقات مختلفة على مدار السنة. طيب أهمية الصناعات الزراعية، أهمية الصناعات الزراعية، أول حاجة عندي المحافظة على الأمن الغذائي، لا سيما في ظل موجة الارتفاعات الشديدة لأسعار الغذاء على مستوى العالمي وتزايد الطلب المحلي على الغذاء باستمرار. طبعا التوفير الأمن الغذائي دي يا جماعة يتحط تحت منها 100 خط. ليه؟ لأني أنا لما بعمل عملية جمع أو جني للثمار أو جني للمنتجات النباتية أو المنتجات الحيوانية، وأبدأ أعمل لها عملية زي ما قلنا قبل كده عملية حفظ للمنتج، أنا بعمل عملية تأمين للغذاء بتاعي. زي ما احنا بنشوف دلوقتي ان اي دولة عموما بتسعى انها تعمل ايه؟ تعمل مخزون كامل للمنتجات الغذائية بتاعتها، بحيث ان توفرها او تقلل كمية الاستيراد وتزود كمية الصادرات لهذه الدولة. طيب فبتبدأ الدولة بتعتمد على التصنيع الغذائي او التصنيع الزراعي انها ازاي تقلل من كمية المنتج الغذائي عشان تسد الفجوة او تسد المشاكل اللي بتحصل نتيجة عجز في المنتجات الغذائية. بتبدأ تلجأ للتصنيع الغذائي في انها تبدأ توفر له المنتجات الغذائية على مدار السنة، فده اسمه الامن الغذائي، انها بتبدأ توفر الامن او بتوفر الاغذية بتاعتها على مدار السنة، بحيث ان ما يحصل لهاش اي عجز في اثناء الطلب عليها من السكان. فاذا المحافظة على الامن الغذائي لا سيما في ظل موجة الارتفاع الشديد لأسعار الغذاء على مستوى العالمي وتزايد الطلب المحلي على الغذاء باستمرار. يعني أنا أهم حاجة عندي في الصناعات الزراعية إن أنا أولا بحافظ على الطلب المحلي، الطلب الناس المنتجات اللي الناس بتطلبها في السوق تلاقيها متوفرة، وفي نفس الوقت ببدأ أصدر الكميات الزيادة عندي إلى الخارج بحيث إنها تبدأ تضر عليا أو تزود لي كمية الدخل أو العملة الأجنبية اللي داخلة إلى مصر. وده طبعا احنا شفناه في الفترة اللي فاتت في 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 موضوع بتاع كورونا، لقينا ان كمية الصادرات في مصر، الصادرات الزراعية زادت بشكل كبير، فلان الحمد لله ربنا كما هي لنا الظروف ان قدرنا ازاي نوفق ما بين الطلب المحلي. عندنا ما كانش فيه عندنا يعني الناس ما كانش عندها يعني طلب على منتجات معينة او انها تبدأ تاخد منه بكمية كبيرة، فكنا بناخد على قد ما احنا محتاجين وكنا بنصدر الباقي للدول الاجنبية. طيب زيادة عدد السكان، طبعا زيادة عدد السكان وتمركزهم في مكان واحد ده برضو بيخلينا نبدأ نلجأ للصناعات الزراعية، لان طبعا احنا كدولة بيبقى عندنا عدد السكان بيبقى متوفر في مكان محدود، مكان معين بعيد عن المنتجات او الانتاج الزراعي المباشر او بعيد عن محاصيل او مناطق الزراعة، فبيتطلب مننا ان احنا نبدأ المنتجات دي من مناطق زراعتها الى المناطق التجمعات السكانية. طيب في نفس الوقت العدد السكان دول بتختلف رغباتهم من مكان من 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 مكان لمكان، فالكل مجموعة من البشر لهم أذواق معينة، لهم متطلبات معينة، فبتبدأ الصناعات الزراعية توفر المنتجات اللي بيحتاجها الناس في الوقت المعين وفي الكميات المناسبة وبالأشكال اللي تناسب السكان أو بتناسب كل يعني إيه أهوائهم أو كل رغبتهم. طيب توفير مادة المواد الغذائية صالحة على مدار السنة
في وقت وعدم وجودها وندرتها. يعني انا ببدأ اوفر المنتجات الزراعية زي ما احنا قلنا على مدار السنة، ما بيحصلش فيها اي عجز او بيحصل فيها اي تأخير. زيادة القيمة الغذائية للمنتج الزراعي، دي برضو نقطة مهمة، برضو من اهمية من الصناعات الزراعية، ان انا بزود القيمة الغذائية للمنتج الزراعي. وعلى سبيل المثال ان احنا بنعمل العصائر، العصائر دي عبارة عن ايه؟ العصائر دي عبارة عن ثمار بنعمل لها بنضيف لها مية وبنضيف لها سكر. طيب الإضافات السكر والمية دي مش بتزود القيمة الغذائية للثمار أو ثمرة الفاكهة عموما اللي احنا بنعمل منها العصير؟ طيب ده نقطة. الحاجة التانية أو المثال التاني، المربات نفس الحكاية. في بعض الأحيان البرجر والإضافات اللي بتحصل أو المنتجات اللي بتيجي من اللحوم دي برضو بنعمل عليها بعض الإضافات اللي بتزود القيمة الغذائية للمنتج الزراعي، فلذلك يبدأ الإنسان يستفيد منه. كذلك في بعض الأنواع المعينة من المعجنات، زي ما احنا شايفين دلوقتي أو بنسمع عن مصانع بتبدأ مصر تعملها دلوقتي لتصنيع الوجبات الغذائية الخاصة بالطلبة في المدارس. طيب الوجبات الغذائية دي هل هي هتبقى متساوية لكل الطلبة على مستوى الجمهورية؟ هنقول لا. ليه؟ لأن بتختلف، يعني بيختلف بيختلف صفات الطالب من مكان لمكان. في طلبة بيقدموا أو بيرغبوا على النواشف، في طلبة بيبقوا عايزين الوجبات بتاعتهم تكون وجبات طازجة، فلذلك بيختلف النوع الوجبة الغذائية المصنعة على حسب الصفاء أو رغبات الطلبة، وعلى حسب كمان الصحة بتاعتهم، يعني نشوف صحة الطالب ده ايه، متطلباته الصحية ايه، وبنبدأ نعوضه بالنقص اللي عنده بالمنتجات الصناعية او الزراعية اللي تبدأ تناسبه. طيب حفظ المواد الغذائية من الفساد والتلف، وده طبعا برضو حاجة مهمة جدا من الصناعات الزراعية، ان انا بقدر احفظ المادة الغذائية لمدة معينة، سواء كان اسبوع او شهر او سنة او اكتر من سنة او اكتر من كده، بحيث ان انا ببدأ اوفرها في وقت ما بحتاجها في اوقات معينة للاحتياج ليها. خروج المرأة للعمل بجانب الرجل، طبعا ده برضو حاجة مهمة جدا بدأنا نفكر فيها في عملية التصنيع الزراعي. ان انا بقت عندي دلوقتي المرأة بقت شريكة للرجل في كل شيء. الست دلوقتي بقت بتشتغل فيه اكتر من 8 ساعات في اليوم، ده غير طبعا الانتقالات والكلام ده، ومطالبة كمان انها لما ترجع البيت تبدأ تحضر الاكل وتراعي الامور البيت بتاعتها. فاحنا بدأنا دلوقتي نوفر للسيدات يعتبر اكل او وجبات يعتبر نصف جاهزة. ازاي؟ هي بتبقى اللي عملية الطبخ او عملية تجهيز الطبخ بتتطلب مراحل كتير جدا، من ضمنها الاعداد للطبخ ذات نفسه، فانا بديها الوجبات الغذائية تعتبر شبه جاهزة، مثلا بطاطس متقشرة ومتقطعة قطع معينة، الخضار مثلا مغسول ومتقطع مثلا وجاهز على انه يتعمل له عملية الطبخ بشكل مباشر او التسوية بشكل مباشر. فاذا انا بوفر عليها مراحل معينة من تجهيز المادة الغذائية للتسوية، باني ببدأ اعمل لها عملية شبه تصنيع او تغيير للمنتج الزراعي، منتج السمري، من الحالة السمرية او الطازجة بتاعته، ان انا ببدأ اجهزه باني بقطعه او ببدأ اجمده، بحيث اني تبدأ هي عملية التسوية وتجهيز الاكل على طول، يوفر عليها الوقت ده كله في انها تبدأ تشوف المتطلبات العمل بتاعتها بدون تأخير. طيب
الحروب، ودي احد اسباب الهامه لقيام صناعه حفظ الاغذيه. طبعا زي ما احنا شايفين ان الجيوش بقى يزيد عددها، بقى يزيد دلوقتي عدد المجندين داخل الجيوش، بقى عندنا كمان الجنود بقوا يتوزعوا في مناطق بعيده، وفي نفس الوقت بيبقوا مطالبين ان هم بفتره معينه يكونوا مركزين في شغلهم، مركزين في حراستهم، فلذلك انا بوفر لهم وجبه غذائيه تبدا تقعد معهم اطول فتره ممكنه، سواء كانت جافه او نصف جافه، بحيث ان هي تكون مناسبه ليهم في اثناء عملهم او اثناء فتره التجديد بتاعتهم، وفي نفس الوقت بقدر احافظ عليها اطول فتره ممكنه، اطول فتره ممكنه من التلف. ما اقدرش اديهم وجبات غذائيه طازجه واقول لهم خلاص دي هتقعد معاكم مثلا اسبوع وممكن شهر كمان على ما ترجع الوحده بتاعتك تاني، لا، ده انا بوفر لهم وجبات جافه تقعد معاهم اطول فتره ممكنه بدون ما يحصل لها اي تلف، على ما نبدا نديهم التعزيزات الغذائيه المناسبه ليهم تاني. طيب، تطور الالات والتقدم العلمي. تطور الالات والتقدم العلمي ده برضو بقى يعني دلوقتي بقينا نسمع عن اختراعات جديده وآلات جديدة في عملية التغليف، في عملية التعبية، في عمليات التسوية، في عمليات الطبخ، حاجات جديدة بقينا نسمع عنها في 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 المنتج او في الآلات او في المصانع عموما. الحاجات دي بقى يعني بقى كل التفكير ازاي انا ابدا استفيد منها في التصنيع الزراعي. دي كانت بالنقط الأساسية في أهمية الصناعات الزراعية، ودي حضرتك كمان اللي هتبدأ إن شاء الله لما هتلتحق إن شاء الله بالمدارس الثانوية الزراعية، هتبدأ تاخد بشيء من التفصيل النقط دي، وشرح طبعا من أساتذة يعني عندهم إن شاء الله خبرة عالية جدا، وكمان الكفاءة والرغبة في إن هم يبدأوا يزودوك بالمعلومات الكافية، بحيث إن هم يوفروا لك كل ما تحتاجه من بيئة العمل أو بيئة المعرفة المناسبة ليك بدون أي تأخير إن شاء الله. طيب، يبقى إذن أنت إن شاء الله أول ما بتلتحق بالمدارس الثانوية الزراعية بتيجي عندنا في المدرسة بتاخد الشعبة عامة أو بكل معرفة عامة عن كل المواد اللي داخل في التعليم الزراعي عموما، بتدرس فيها كل المواد، إن شاء الله بتبدأ تتخصص في الحاجة ابتداء من الصف الثاني والثالث في الحاجة أو المادة اللي أنت أو المجال اللي أنت حاسس بأنك إن شاء الله هتبدأ تستفيد منه. فده المجال التصنيع الزراعي زي ما احنا قلنا أهمياته، إن شاء الله ده هيخليك يرغبك إنك إزاي تبدأ تستفيد في حياتك إن شاء الله بعد التخرج وحصولك على شهادة الثانوية الزراعية تخصص التصنيع الزراعي. طيب، نبدأ بعد كده نتعرف على المنهج الصف الأول. أنا دلوقتي خلاص دخلت في الصف، التحقت بمدارس الثانوية الزراعية وبدأت أدرس التخصصات المختلفة، وحبدأ أدرس إيه بقى في منهج الصف الأول الزراعي. عندنا الصف المنهج بتاعنا مقسم إلى 6 أجزاء، بنحاول نديك فيها كل المعلومات الممكنة اللي تبدأ تستفيد بيها في إن شاء الله تخصصك لما تبدأ تتخصص معنا في مجال التصنيع الزراعي في الصف الثاني والصف الثالث. طيب، انت حضرتك خلاص دخلت في السنة الأولى أو دخلت في الصف الأول الزراعي وبدأت تدرس المنهج بتاع الصناعات الزراعية. طب، فرضنا ان انت درست مثلا المنهج الصف الأول مثلا في مادة الصناعات الزراعية، وحضرتك ما حبيتش تكمل أو تروح أي مجال تاني، فاحنا بنديك في المنهج بتاعنا دوت
بعض المعلومات أو بعض المشروعات البسيطة اللي حضرتك ممكن تستفيد منها في مجالاتك المختلفة إن شاء الله. لو حبيت إن شاء الله يعني لو ما حبيتش تلتحق بمجال أو تخصص التصنيع الزراعي وحبيت تلتحق بمجالات تانية، فإحنا في منهج الصف الأول الزراعي بنديك بعض المشروعات البسيطة وبعض المعلومات البسيطة اللي بتكون نواة بالنسبة لك إنك تبدأ مشروع كبير إن شاء الله تبدأ تستفيد منه في حالة إن أنت إن شاء الله ما كملتش معانا. فبنديك بعض المعلومات أو بعض التدريبات العملية اللي هتبدأ تفيدك في حياتك إن شاء الله لو حبيت إن أنت تكمل معانا أو لو حبيت تتخصص في مجال تاني. فإذا أنت معاك إيه نوع من المعرفة ونوع من التطبيقات العملية اللي تبدأ تستفيد بها في حياتك إن شاء الله. طب منهج الصف الأول الزراعي هنكون أول واحدة عندك فيه بتدرس فيها مقدمة عن الصناعات الزراعية. مقدمة عن الصناعات الزراعية بتاخد فيها تعريف التصنيع الزراعي، بتبدأ ايه هو تاريخ التصنيع الزراعي وأقسام التصنيع الزراعي، العلوم المرتبطة بالصناعات. يعني علم الصناعات الزراعية ده ما شامل وجامع لأكتر من علم. انت لازم يكون عندك معرفة بالتركيبات الكيماوية، لازم يكون عندك معرفة بالأمراض اللي ممكن تصيب المنتجات اللي بتبدأ تشتغل فيها وازاي أنا أبدأ أعالجها وازاي أبدأ أتحشاها وازاي أكون أنا كمان أبدأ أتعرف عليها علشان أنا بدل ما أدخلها في عملية التصنيع ويحصل منها مشاكل أثناء عملية التصنيع، فأنا ببدأ أعمل لها عملية فرز أو بعمل لها عملية استبعاد من المنتجات اللي أو من الثمار أو من المواد الخام اللي موجودة عندي علشان ما تعمليش أي مشاكل بعد كده أثناء عملية التصنيع. يبقى أنا في الوحدة الأولى باخد مقدمة عن الصناعات الزراعية ومنها بعرف أهمية الصناعات الزراعية وإيه هي يعني التاريخ اللي بدأت بيه الصناعات الزراعية، لأن الصناعات الزراعية ده مش حاجة مستحدثة، دي كانت معروفة من قديم الأزل، من أيام حتى يعني من أيام الفراعنة، من أيام ما اتوجدت البشرية. ليه؟ لأن الصناعات الزراعية دي كانت بتعتمد على حاجة واحدة بس زمان، على حاجة اسمها حفظ الأغذية. كانوا إزاي بيفكروا ان هم يبداوا يحفظوا المنتج الزراعي بتاعهم سواء كانت ثمار او منتجات حيوانيه اطول فتره ممكنه، فكانوا بيعتمدوا في وسائل الحفظ على الحاجات البدائيه زي التجفيف الشمسي، ان هم بيحطوا مثلا العنب، بيحطوا ثمار الفاكهه في تحت او تحت اشعه الشمس لمده معينه علشان يخرجوا منها اكبر نسبه رطوبه او اكبر نسبه ميه داخلها، فبتتركز فيها المواد الصلبه وبكده يبداوا يحفظوها اطول فتره ممكنه. كذلك اللحوم كانوا بيحفظوها باكتر من شكل، منها مثلا ان هم كانوا بيعلقوها في مناطق هاويه أو مناطق فيها نسبة الهواء سائع داخل مثلا من المنطقة البحرية بشكل معين، وكانوا بيعلقوها بمستوى معين بحيث أن يحصل لها عملية تجفيف من الرطوبة. فهو كان العلم أو علم الصناعات الزراعية كان بيعتمد في الأساس في القديم الأزل على عملية إزاي أن أنا بقدر أحفظ المادة الغذائية. بعد كده اتطورت بتطور شوية الإنسان في التصنيع بأنه بدأ يعمل عملية طبخ للمادة الغذائية، عملية طهي ليها، ان انا اسويها، ان انا اشويها، ان انا يعني ابدأ اغير من شكل المنتج، بدل ما اكله اللحوم طازجة او بدل ما اكلها من غير عملية تسوية او اكل الثمار من غير تسوية، لا احولها الى يعني ثمار او لحوم مطبوخة. فده يعني تاريخ بشكل مبسط كده تاريخ علم الصناعات الزراعية. من ضمن النقط اللي هندرسها برضو في الوحدة الأولى اتجاهات الدولة من أجل النهوض بالتصنيع الزراعي. إيه هو دور الدولة في عملية التصنيع الزراعي؟ إيه المطلوب من الدولة عشان أبدأ أنشط وأبدأ أكتر من المدارس أو أبدأ أكتر من
المصانع الخاصة بالصناعات الزراعية. فطبعا الدولة لها دور في هذا المجال، وطبعا احنا أساسا لامسينه وعايشينه دلوقتي، زي ما احنا بنشوف كده، بنشوف كمية الطرق اللي بدأت تتعمل جديدة. كمية الطرق دي ليها فايدة جامدة جدا، إنها بتوصل ما بين مناطق الإنتاج ومناطق التصنيع ومناطق التوزيع. فكان زمان مثلا حضرتك كنت تاخد وقتك أو طريقك من القاهرة الإسكندرية ممكن تقعد فيه 4 5 ساعات 6 ساعات، ممكن أكتر من كده كمان. دلوقتي لا، انت عندك اكتر من بديل للوصول لنفس المكان، سواء كان طريق دولي، سواء كان طريق اقليمي، سواء كان طريق مش عارف طريق سريع، طريق مش عارف ايه. كل دلوقتي يعني يعتبر كل المحافظات بدأت تربط ما بينها وما بين بعضيها عن طريق شبكة طرق مختلفة، بشبكة طرق متوزعة على مستوى الجمهورية، بحيث انها تعمل عملية سهولة لتوصيل الفرد او توصيل المنتج من مكان لمكان. زي ما قلنا، توصيل المنتج من مناطق الزراعة او مناطق انتاجه الى مناطق التصنيع في الصناعات الزراعية او الصناعات الغذائية الى مناطق التوزيع. فاذا ده دور من ادوار الدولة انها تبدأ توفر لك شبكة طرق. فبرضو هنبدأ ندرس ده بشيء من التفصيل، لان طبعا هي ادوار الدولة مختلفة، بس انا بديكم نبذة بسيطة عن حاجة زي كده. ده كان الوحدة الاولى. في الوحدة الثانية في التخصص أو مادة الصناعات الزراعية اللي هندرسها في الصف الأول إن شاء الله، بنيجي بعد كده ندرس حاجة اسمها المحاليل. المحاليل إيه يا أستاذ؟ هي المحاليل دي في الكيمياء ولا المحاليل دي في الصناعات؟ هي المحاليل دي في الكيمياء، بس أنت بتدرسها في الكيمياء بشكل أعمق شوية، بتدرس فيها حاجة اسمها الغرويات، وإزاي أنا أعمل محلول بأكتر من منتج ومحلول بأكتر من بشكل. لكن إحنا في مادة المحاليل أو في درس المحاليل أو وحدة المحاليل دي بندرس فيها حاجات بسيطة، اللي هي أبدأ أستفاد فيها في عملية التصنيع. إزاي أنا ببدأ أعمل محلولين؟ إزاي أنا ببدأ أعمل محلول مثلا من تركيزه عالي إلى أخفض تركيزه؟ المحاليل دي بتفيدني في عملية إزاي أبدأ أعمل مثلا العصائر بتاعتي، إزاي أعمل المربات. لو أنا هعمل أكتر من مخلوط مثلا في المنتج معايا، في المنتج بتاعي، إزاي أبدأ أوازن ما بينهم بحيث إني ما يحصلش عندي أي تلفيات أو أي مشاكل. فأنا بدرس في الوحدة التانية المحاليل وأهميتها في الصناعات الغذائية. إزاي ببدأ أعمل محلول سكري؟ وده طبعا بيبقى مخصص للعصائر والشربات بانواعه. وازاي بقدر اعمل محلول ملحي ابدا استفاد بيه في عمليه غسيل المنتجات الغذائيه قبل عمليه التصنيع، او بقدر اعمل محلول ملحي علشان اعمل عمليه حفظ الاغذيه عن طريق التخليل، وببدا ايه هو تعريف المحلول زي ما احنا عارفينه كله، وايه هو استعمالاته، وازاي اقدر احضره زي ما قلنا. وبقى النقطة المهمة قوي، الأجهزة المستخدمة في قياس تركيز المحلول والشروط الواجب مراعاتها عند استخدامها. بعرف إزاي إيه هي الأجهزة اللي أنا بستخدمها في قياس تركيز المحلول؟ لأنه عندي جهازين، هو الأيدروميتر زي ما احنا شفناه في الصورة، وحاجة تانية اسمها الرفراكتوميتر. الأيدروميتر زي ما احنا شايفينه أو زي ما احنا هنشوفه في الصورة عندنا، ده في منه أكتر من نوع، في أيدرومترات بتستخدم للمحاليل الملحية، وفي حاجة عندي بقى، وفي أيدرومترات تانية بتستخدم للمحاليل السكرية، ودي ليها أكتر من أنواع ودي ليها أكتر من نوع. كذلك الرفراكتوميتر، وده بنقيس بيه المحاليل أو المخاليط اللي بيكون ليها نوع من أنواع الصلابة. طيب ده الوحدة الثانية. في الوحدة الثالثة بندرس فيها طرق العمل للحفظ زي ما احنا شايفين، سواء كان بالتبريد أو بالتعقيم أو بالتعليم أو بالتجفيف أو بإضافة السكر أو الملح اللي هو اللي احنا بنقول عليه التخليل، أو بإضافة السكر عن طريق عمل المربات.
وفي كمان وسيلة تانية من وسائل الحفظ عن طريق إضافة المواد الحافظة. في الوحدة الرابعة بندرس صناعة العصير، وده زي ما احنا بنقول احنا بنديك كمان في الصف الأول بعض المشاريع الصغيرة اللي تبدأ بيها انت كإن شاء الله مشروع يفيدك في مستقبلك لو حبيت تكمل في أي مجال تاني غير تخصص الصناعات الزراعية. صناعة العصير بتدرس فيها التعريف، بتاخد خطوات صناعة العصير، طرق الحفظ العصير، الشروط الواجب توفرها في العصير، والعيوب الشائعة في صناعة العصير. بنحاول نديك كل المعلومات الشاملة عن هذا المشروع لو حبيت تبدأ أنت مشروع خاص بيك أثناء كمان حتى دراستك، بالإضافة أنك طبعا بتيجي في المعامل عندنا بتدرس كل الموضوع دوت أو كل الدروس دي بشيء من التفصيل وشيء من العمل بإيدك، بحيث أنك تكون ملم بيها بكل الجوانب. الوحدة الخامسة بتاخد فيها صناعة المخللات، تعريف التخليل، التأثير الحافظ للملح والأحماض، المواد الخام اللي بتخش في عملية التخليل، خطوات صناعة التخليل، ازاي اعرف ان المخللات عندي بيحصل لها عملية فساد او لا، وازاي ابدأ اتغلب عليها لو حصل ليها عندي اي فساد للمنتج، ازاي ابدأ اتغلب عليه وازاي ابدأ اعالجه، ازاي بقدر اجهز المنتج التخليل بتاعي او المخللات بتاعتي للتسويق، فهل انا عندي نوع معين من المخللات، نوعين من المخللات، في حاجه اسمها المخللات المحفوظه بديها بعمل لها عمليه حفظ لمده معينه، وفي عندي مخللات او تخليل بعمل له عمليه تسويق. في الوحده السادسه اللي عندي، السادسه والاخيره عندي، ده اللي بتكلم فيها عن فساد الاغذيه ومدى صلاحيه الغذاء للبقاء دون تلف، انواع الفساد الاغذيه سواء كان فساد طبيعي او فساد كيماوي او فساد حيوي، وطبعا دي برضو لازم نكون ملمين بيها بشكل كويس جدا، لان فساد الاغذيه ده لو انا ما عرفتوش، لو انا ما عرفتش بيه ازاي اعرفه وازاي افرق ما بين الاغذيه او المواد الزراعيه الفاسده والمواد الزراعيه السليمه، بيحصل ليا تلف كبير جدا اثناء عمليه التصنيع او اثناء عمليه تحويل المنتج من الثمار الطازجه الى المنتجات المصنعه. فلذلك لازم يكون عندي اكون ملم في الوحدة دي ازاي افرق ما بين الاغذية الفاسدة والاغذية او الثمار الفاسدة او الثمار الزراعية الفاسدة والثمار الطازجة، بحيث ان انا ما يحصلش عند اي تلف فيها، بالاضافة للتسمم الغذائي وازاي اعرف ايه هي مسببات التسمم الغذائي وانواع التسمم الغذائي وجودة وسلامة الغذاء. طبعا أرجو أن أنا أكون إن شاء الله في حلقة النهاردة قدرت أديكم كل المعلومات الممكنة عن مادة الصناعات الزراعية، وزي ما احنا قلنا أن مادة الصناعات الزراعية هي مادة شيقة جدا، مادة ليس لها حدود معينة، ما فيش ليها مثلا هو الحاجة اللي دهلنا الأستاذ هي دي اللي احنا تعلمناها وهو ده الفايدة أو اللي احنا هنطبقه، لا، ليها أكتر من طريقة في التطبيق، ليها ابتكارات ممكن حضرتك تبتكرها، ممكن حضرتك تدخل مجالات تانية فيها غير اللي انت حضرتك تكون درستها. احنا نديك فيها الأساس العام الشامل للتصنيع للمواد الغذائية، ازاي تتعامل معاها، المنتجات الزراعية ازاي تتعامل معاها، ازاي تقدر تستفيد منها أكبر استفادة ممكنة، بحيث انها تكون تفيد نفسك وتبدأ نواة لمشروعك، وان شاء الله تفيد بلدك بيها وتكون في احسن حال. الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. كان محدثكم الاستاذ عبد المجيد محمد عبد القادر، نلتقي في حلقات قادمة ان شاء الله.